لله الله رزقني ب40 شيكل. يا ابو عباس جود 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 مين هذا اللي تنادى عليه؟ هذا فقير واحد جاب فقير فقير. يلا امشوا معي على الدرس. يلا نروح على الدرس. كبت مني كبت مني. جود اه جود يا جود يا جود. وقف وقف استنى استنى اقعد عليه. دراع اشوش شو بدك شو بدك مني؟ لشوفك يا بابا وين رايح. اطمن عليك. انا بدي رايح على الدرس. ليش ما سلمت؟ اطمن عليك. طب ما بدي اشوف ايش بدك. الله بده ايش بدك بدك تروح على المركز او بدك تروح تطمن عليك. فضحتنا قدام الناس فضحتنا قدام الناس. يا رب انا عشان مين بشتغل؟ عشان اشتغل واجيب له الدروس والكتب. يا رب انا عشان مين بشتغل وبتعب؟ يا رب مش عارف ليش ابني بيعمل معايا هيك. يا رب انا عشان مين بشتغل وبتعب؟ يا رب مش عارف ليش ابني بيعمل معايا هيك. يلا بضل ولد صغير. يا رب مش مشكلة. يلا امشوا معي عشان عدنا نتأخر مع الدار. سيبك منه. طيب يلا اصلا عدنا نتأخر. يلا ايش عملت كل هذا؟ ليش ايش صار؟ مين انت يا حبيبي؟ انت شايف انت سمعت كل دينا جاي تلعب نظاري؟ طب بابا ترز يلا خلي بتاعتك تقوم من هنا. يلا لا ترميهاش. يلا يا عمي يلا حبيبي يلا حبيبي يلا حاجة مسار. انا سريع عشان اترزق فيها. عمي انت ما لقيتش في الدنيا كلها غير عبد الطارق. ماشي بترزق انا جاي. طب معلش ارفع بتاعتك ولا اقول ولادي طعم ولدك بعيد عني. معلش يا عمي هلا 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 بس طيب بضاعة حاجة. معلش يا عمي خذ بضاعتك وقوم من هنا. ماشي ماشي اسمع مني يابا. هذا ضرب بني ادمين. بتقوم لي من هنا بتاخذ بضاعتك وبتقوم من هنا. يلا توكل على الله. يا عمي بنحكي عربي. طب ماشي خلص الله يعطيك خلص خليني اترزق. طيب يا سلامة. لا اله الا الله. انا والله جايبها عشان اترزق وطعم ولادي وعيش عيلتي. اكلم الشرطة يعني تيجي تاخذك؟ لا يا زلمة خلص اترزق اعتبر حالك مكاني. طيب بس لقيتنا من بابا عشان نحضر للدرس. شوف انت هلا شوف انت بس يا بابا انت ما تكش دعوه ما تكش دعوه. مين انت ولا؟ انا ابو هذا. يا دخلت ابن هذا. اه خذ ابوك مع السلامه. يلا خذ العبد. لا ما تكش دعوه. ترمهمش ترمهمش يا زلمه خلاص. خذ ابنك الله يسهل عليك من هذا. ترمهمش يا زلمه ترزق عليه عشان اطعم الولد. تعال انت اقعد ما تكش دعوه خليك. بس يا بابا انت ما تكش دعوه. واذا شوف خبز تاكل؟ اه يا زلمه. وجاي بص على الضهر عشان تشتري خبز عشان تاكل؟ مش مشكله خلاص اول يوم خلاص. خذ ابوك روح يلا مع السلامه. خذ ابوك روح يلا مع السلامه. اول يوم خلاص يا زلمه. خليك. اعتبر حالك مكاني. طيب. ابوك 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 روح مع السلامه يا عمي. يلا يا عمي يلا. ترماش ترماش ترميهاش خلاص. هات. لا يا زلمة سيبك منه. يلا روح سيبك منه. يلا روح المرة هذه انا مش هسيبك بس عشان عشان ابنك. ماشي بس بكره بشوفك هذا المنطق المرة. ماشي ليش ترميه وروح؟ يلا روح. كيف المدرسة اليوم؟ حلوة. انبسطت؟ يعني أنا ينادى عليك ليه ما عدت عليه؟ هذا أبويا عشان عشان الله خلقه هيك والأبو يجيله عش وخرب كل شيء لمت له كل شيء وصرت أحبه. حبيبي جود.
خلاص احنا بنروح نلعب احنا وصاحبي وبعدين بشوف. ماشي روح لك حاجة. روح بمنطقة تانية بلاش هذا الشاب يشوف. ماشي ماشي. لك مصاري؟ لا لا. كاش شيء؟ يلا شرب. ليش كنت تخجل من أبوك بالشارع؟ كل الأبواب ببيعوا بالشارع. ليش بنخجل من أبواتنا؟ بلبسونا أحسن لبس وبيودونا على المدارس وبيشتروا لنا حاجات وبيعملوا لنا كل شيء. صح كلامك. طيب. أنا بدي أصير أحبه وأعمل له كل حاجة وأجيب له كل حاجة وكل شيء. منيح أنت كده، كل مرة طلع كيك. علمتني. يلا طيب. نروح. نروح نروح عشان نطلع.